قوي. حفلة رأس السنة مع رايح شفنا صورة دلوقتي هنشوفها تاني مع راغب علامة. كريسمس، حفلة حكينا على الكريسماس. كريسمس، حكينا على الحفلة دي كانت كواليسها ايه؟ حفلة أولا كانت يا بختك طبعا إنك بتغني مع راغب علامة. عايزين نعرف بقى الأجواء، الحفلة كانت عاملة إزاي؟ فاهم؟ يعني كانت من الحفلات المميزة اللي أنا عملتها، يعني اللي أنا كانت فين؟ أحيتها كانت هنا في في القاهرة. القاهرة. يس، عشان الدعاية قالوا لي ما تذكريش اسم القاتل. المهم، في أحد أشهر الفنادق، الأوتيلات 7 ستارز في كايرو. فكنت قدمت أنا الفقرة بتاعتي شايفين الصورة. وخلصت، وكان في طبعا أكيد معانا الفاشن ديزاينر طلعت شاركس، قدم مجموعة من أجمل تصاميم أزيائه. فأنا بتصور مع الناس وبتهيأ إن أنا أمشي، فيعني أكيد قدموا سوبر ستار راغب علامة وبدأ يغني غنوة، فأنا موجودة شوية بين الناس، وفي كل الستارز كانوا موجودين وكده. فاتفاجأت إن هو قال لهم بنرحب بالفنانة كلوديا. وين كلوديا؟ خليها تطلع هلا على غنيتي المسرح. معاه دوات يعني؟ يا غنيتوا ايه؟ غنينا كذا حاجة، وغنينا بتغيب بتروح، وهي كانت أعلى فود يعني، وكان الموضوع جامد هو قوي بيرسونالي الحمد لله. شخصيا على المستوى الشخصي لقيتي فنان متميز؟ هل كان عليكي يعني طبعا معرفة سابقة انا بيه ولا لا؟ ما عنديش معرفة سابقة بيه خالص، انا اللي خالص. عرفته هو بينده لي على المايك. ايه بقى لقيتي ايه؟ انا مش هقول لك يعني ايه الموضوع، عارف اما يعني حسيت الموضوع ده، عارف اما بيقولوا كلوديا مس أرب دلوقتي يعني خلاص، فانا حسيت كده نفس الشعور الرهبة. فحتى تخفتي لا زي ما مفاجأة بيقولوا بالعربي يعني، بالمصري مفاجأة يقول لك اه خير. فيعني مفاجأة يعني. فعدد ده ونجم كبير برضو اكيد ليه سوبر اسمه ستار. شوفي سوبر قد ستار ايه فعلا على قد ايه حقه انت يعني. بتحسي انه هو سوبر ستار، لا انه واقف على الستيج ويلا وتعالوا نغنوا مع بعض، نغني مع بعض، نغنوا دي اسكندرانية. ايوه. لا على فكرة دول مش 3 سنين اللي انت قعدتيهم لا هنا، ده ده ثلاث اصلا سنين ده على مش فكرة كمين، ثلاث دي سنين مش وصلت كمين. لأيوب مش معقول. طب لو انت عايزين بقى نسمع حاجة من الألبوم الجديد. مصري بقى، مصري مصري مصري. اوكي نسمع بندم قوي على حاجة في الدراما اهو. ايوه ايوه ماشي. لا بس يعني ماشي. بندم قوي لما افتكرك، معقول انا عشت اتحمل ده؟ انا كنت مجنونة بحبك، وانت بايديك خلتني اعقل، دلوقتي مستكتر اسيبك وارتاح وعيش. طب قولي ايه شفته في حبك ما جرحنيش؟ وحياتي لو مت في بعدي ما تكلمنيش، اخاف لو اسمع لك تاني ارجع احبك من الاول. دي كلمات تانية عبد الكريم ولحن مين؟ لحن مظفر الأمير، توزيع الرائع أكيد خالد نبيل. برضو على ذكر الانتشار بتاع المطربين لسه كنت بقولك عليه، معظم الناس بتستسهل اللي هي تدخل دخلة إغراء، وانت أساسا ملكة جمال العرب وحلوة. ايه حلوة بصراحة، كنتي حلوة. ليه ما فكرتيش تدخلي الدخلة دي توفري وقت ومجهود برضو زي ما الناس بتعمل كده؟ يعني انا اقول لك على حاجه، انا مش اول حاجه مش هضع نفسي، عشان انا كنت مذيعه زمان فمش هتقدري تغلبي. مش هحط نفسي واقول لك انا ليه ما ادخلش وليه ما عملتش. كل واحد زي ما بتقولي، ليه الشكل مش انا اللي احدده، الشكل انت بتفرضيه. قد ما حددتي انت شكل، بتختاري برضه يعني، انت لا بتختاري يا اما تعملي شكل فيه اثاره، يا اما تعملي شكل قريب للعيله اكتر العربيه، في شكل فيه تحفظ، في شكل بيعتمد على الناس بتعتمد على صوتها، يعني انت بتختار. اصل يعني انا ما قربتش شويه للحته دي، واساسا انا ما قربت لهاش، والناس بتقول ان انت عملتيها. فحسب المسميات، انا اخترت سكه وهي يعني اساسا مرسومه كده، انا ما اخترتهاش هي بالذات، انا بختار نوع الاغاني والكليبس. اذا انا اقتنعت بالفكره بتاعته هعملها. بس ما تدخليش في الشكل اللي انت تظهري بيه يعني، مثلا شكل البوسترز، شكل الكليب، هتبقي لابسه ايه، لا عامله في ايه، حاجات ما ستايل بتدخلش وفي حاجات بتدخل. باختيارك انت بتختاري تدخلي في تدخليش ايه ولا على حسب يعني؟ في ناس بتقول لي كلوديا لازم تسلمي لنا نفسك شويه وما تتكلميش خالص. بتثقي في ناس معينه؟ في ناس زي مين؟
يعني هقول لك على حاجه اللي حصل مثلا كذا حد. خلينا نتكلم شويه يكون الموضوع فري اكتر. في ناس انا بحب ان انا زي ما يعني في شغلي بحب الناس تديني شويه مساحه علشان انا ابدع، فانا بحب ادي للناس مساحه عشان هي تبدع. فناس تخذلني وناس بتعمل الحاجه بالظبط زي ما انت متخيله. بس صفاتك دي كانت في محلها زي ما بيقولوا. يعني ففي ناس لا ما كانتش كلها مش كله يعني. وهل مهم مش ثقه هي ان انا ادي مساحه على مستوى ايه يعني؟ على مستوى الستايل ولا الاخراج ولا يعني لا مش عايزه اتكلم بشكل عام في بعض الاعمال او ممكن جزئيات في عمل جزئيه في عمل معين. فاللي حصل مثلا انا اشتغلت مع كذا فوتوغرافر موجودين في الوطن العربي والحمد لله كلهم قدموني بالشكل اللي انا عايزاه واكتر. بس جينا احنا بنعمل شكل البوسترز، اكيد وصل لكم خبر ان انا عملت تقريبا مع 5 فوتوغرافر موجودين في مصر وفي الوطن العربي بين ما نقينا الشكل اخر حاجه. فانا خلاص الشركه نقت يعني نقت شك الشركه اختارت الشكل التظهري بيه يس بتاع الارت وورك والبوسترز اللي هينزلوا في الشوارع. كلمت كده ف حصل تليفون بيني وبين المبدع اكيد السوبر ستارز سوبر ستار فوتوغرافر مصر طبعا شريف قمر، قال لي كلوديا انا عايزه اقدمك في حاجه بس انا عايزك تسكتي خالص وما تتكلميش وتجيبي حاجه كده يعني وصفها لي وتجي لي. قلت له هنلحق. قال لي هنلحق لهولك. رحت ما اتكلمتش خالص خالص. هو دخل في الميك اب في الشعر وصورنا تو اوتفيت، قال لي هو ده اللي هو هينزل بوستر. اللي هينزل بوستر وهو ده اللي هيحصل. فين احنا معانا؟ لو يا ريت لو نشوفه لو معانا الشكل اللي ظهر فيه البوستر. يعني انت صورتي خمس لوكس مع خمس هو ده اللوك اللي احنا هو ده؟ اللي اللي ده اللي نزل البوسترز. لا الثانيه كمان صوره ثانيه ده واحدة ده واحده من من الموجودين. فهو قال لي انا عايزه اقدمك انت اللي انت بتطلعي فيه من غير ميك اب. انا بشكل عام بطلع انا بطلع من غير ميك اب شكلي في حياتي يعني مش من الناس اللي بحب الميك اب والكلام ده. مش هو شكل على مش الميني البوستر ده على فكره في بوستر تاني كان موجود معانا الصوره المين هو في كذا كذا صوره هو واحده منهم من الصور دول. وعايزه اقول لك كمان ان يمكن دايما معروف ان دايما بوستر الالبوم لازم اتعودنا كده على شكل معين حتى في الفنانات العالميات لازم يكون في ابهار بشكل او باخر يعني. فلو يعني هو ده الشكل اللي حبيبتي تطلعي بيه ده مختلف تماما عن المتوقع زي ما بيقولوا بسيط وسيمبل جدا. اصلا انا شكلي بحياتي العاديه بحط باند بظهر من غير ميك اب بعمل ضفيره بعمل حاجات يعني فهو عايز يقدمني بكاركتر بتاعتك بانا انت بشخصيتك من غير ميك اب من غير اي حاجه بالالوان اللي انا بلبسها بكل كده. وعملت 5 فوتوغرافرز اللي اتصورتي معايا هينزلوا يعني كفرز اي حاجه تبيع. انت عايزه تولعي يعني ليه؟ حرام عليكي. ماشي حالك ماشي حالك بسرعه يا شيخه. انت عموما دلوقتي يعني دايما بسمع او احنا معروف في الوسط الفني عموما ان دلوقتي بقى في مشكله في ازمه الكاسات وازمه التسويق وان معايير تسويق النجم دلوقتي او حتى مصدر رزقه ما بقتش وسوق الكاسات فعلا مختلفه تماما ما بقتش منتعشة يعني. السبونسرنج بقى فيه 60,000 حاجه ثانيه يعني. انت بتشوفي نفسك ازاي في المنافسه الشرسه دي وشايفه فعلا ان ده كارير؟ انا مش شايفه منافسه خالص دي فعلاً. اول حاجه ازاي بقى مش شايفه منافسه ازاي يعني؟ هقول لك حاجه، علشان النجوم خلاص السوبر ستارز بقوا سوبر ستارز بس جديد قولي لي مين فيه؟ لا في لا كتير ناس ثبتت خطى دلوقتي ما فيش لسه في مرحله المنافسه والكل عايز يثبت نفسه. تمام. صح ولا غلط؟ الاستمراريه هي المعيار. فالاستمراريه زي ما بتقول، فاحنا كل واحد بيحاول دلوقتي يثبت نفسه وهو فنه اللي بيقدمه والخطى الصحيحه والسليمه والناس اللي حواليه. هو ولازم الفنان دلوقتي يعتمد على ذكائه الشخصي. صحيح. الشخص مش الشركه اللي معاه كمان. لا يعني الشركه علشان ممكن فجاه تعلن افلاسها هيجيب او مثلا مدير اعمال مفيش حاجه مضمونه. مدير اعمال الاسطوره اللي ينجح فنانه مثلا كمان ما بقاش زي زمان. كمان ما بقاش زي زمان. واقول لك السوبر ستارز بقوا سوبر ستارز خلاص. ما هو يقول لك ما انا عملت دي انا يقول لك انا عملت دي ما انا ممكن اعمل لك زي ما عملت دي مثلا يعني. ده اللي بيشتغلوا عليه. اقول لك على حاجه، انك زي ما يعني ذكرنا قبل شويه هم بيشتغلوا على المضمون. هو ليه جازف في حد جديد مهما كانت موهبته ومهما كان هو
يعني فهو خلاص ضمن واشتغل على الفنانة دي او على الفنان ده وضمن جمهوره وجاب له سبونسرز وعمل له عمل له حملة اعلامية وعمل كل حاجة. فاذا هو بيزرع عشان يحصد، فهو مش هيجي في موسم الحصاد يسيب الشخص ده اللي كبره. انت شايفه اللي هو صناعه النجم او الذكاء الشخصي اللي عند الفنان ده بيتمثل ده بيساعده في إيه؟ بيساعده كل العوامل بتساعد كل العوامل بتساعد. يعني اذا جاء مثلا مدير اعمال اتوجد مدير اعمال اكيد ده موضوع مهم جدا، بس اذا اتوجد حد مدير اعمال اول حاجه عنده حدس فني فظيع، تاني حاجة يكون هو أساسا شخص يعني مؤمن بالموهبة اللي هيتعامل معاها، تاني حاجة عنده سوق ماركتينج قوي واسمه نظيف. لا بس انتي يعني انتي فده كل حاجات بتساعد. مسؤوليتي ان انا اول حاجه ان انا اساعده في تطوير نفسي، اساعده يعني اكيد انا بيكون فيا حاجه عشان يختارني. بس دلوقتي مدراء الاعمال ما بقتش كمان كتير، بقت زي الشركات نادره الوجود اللي بتنتج. فهمتيني ازاي؟ وفي شركات بتنتج لغايه يعني في شركات بدات تفتح، انا سمعت في حاجات كويسه الفتره الحاليه، بس هي ممكن فتره ركود مش بس على الوسط الفني عموما كل حاجه صحيح. عموما في الحياه خلينا نقول هي فتره تطور عشان واحد يقعد يفكر ويظبط ويشوف الدنيا عامله ازاي، فالموضوع مش غلط مش غلط. طبيعي ناويه تمثلي يا كلوديا ولا مأجله الموضوع؟ بس في دماغي. بس انا حاسه ان انت ناويه تمثلي. انا ناويه امثل؟ لا 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 بالعكس، اتقدم لي عروض كتير الحمد لله، بس مأجله الفكره دي شويه. لا ممكن اعرف ليه ولا ده؟ عايزه اتفرغ يعني حاجه يعني اركز في مرحله الغنى دي اهم حاجه، يعني انا بحبها اكتر. الحفلات بقى اللي جايه، الكونسرتس انت بتحرصي؟ عندي جوله خليجيه. ايوه ان شاء الله ان شاء الله في الفالنتاين، هكون في اربيل في بلدي العراق في شمال العراق. دي اقرب حاجه هقولها لك. بعديها مش هيكلم. في اربيل في العراق ان شاء الله. في تاريخ معين في الكونسرت؟ في الفالنتاين. في يوم الفالنتاين. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. دي اول مره تعملي كونسرت في العراق؟ يس دي اول مره. اول مره. طب دي افتكر ده يعني احنا عندنا على فكره مشاهدين كتير جدا من العراق، فيعني اكيد هم هيسعدوا بده جدا يعني. فاحنا اكيد مستنيين الكونسرت دي، وان شاء الله ترجعي لنا تاني في نهارك سعيد بالالبوم اللي بعده وكمان بالصور من الكونسرت دي اكيد يعني. تسلم يا رب، وانا مبسوطه ان النهارده معاكم. احنا كمان في اسئله تانية ولا نختم؟ لا 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 انتهت الاغنيه برضو سريعه كده يبقى لطيف. تمام انتهت يعني. بس عايز قبل بس ما كده نشكرك كلاودي حنا، انت كنت منورانا النهارده وفعلا فنانه متميزه جدا، وان شاء الله تكوني معانا زي ما قلنا تاني من خلال نهارك سعيد. والالبوم ان شاء الله يكون موجود قريب جدا وتكوني معانا تاني. ان شاء الله ربنا يوفقك حبيبتي. ميرسي. انا بشكركم. هسمعكم عراقي بقى. يلا بقى جمهور عراقي، لازم نغني شوية عراقي بقى. يلا بينا. أريد الدنيا تعرف كلها حبك، لأن أتناسى كل شي واني قربك، وإذا قلبي عرف بيك أني حلمان، إذا قلبي عرف بيك أني حلمان، يخليني ويروح يبوس قلبك. أريد الدنيا تعرف كلها حبك، لأن أتناسى كل شي وأني قربك، وإذا قلبي عرف بيك أني حلمان، يخليني ويروح يبوس قلبك.